أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. في بيان سينت كوم القيادة المركزية للقوات الأمريكية أو القيادة الوسطى للقوات الأمريكية، هناك مفاجآت مع قصف لابون هذه المدمرة من أرلي بيرك، طراز أرلي بيرك. لابون قصفت بصاروخ واحد. انظروا أمامكم الفقرة ستجدون هناك ما يصدم. بين الساعة الثانية والرابعة والنصف بتوقيت صنعاء في 12 من مارس آذار، صاروخ باليستي واحد باتجاه اليو اس اس لابون في البحر الأحمر. بعدها أتى للقول أن هناك قصف وتدمير لمنظومتي مسيرات إطلاق مسيرات. إذن أمامنا إذن هذا التطور الاستثنائي الواضح بأن المعركة دامت من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة والنصف، نتحدث عن ساعتين ونصف، نتحدث عن 150 دقيقة، وفيها صاروخ واحد من الحوثي من البحرية اليمنية تجاه لابون. صاروخ واحد باليستي يقصف. ماذا يقصف لابون من أرلي بيرك؟ هل 150 دقيقة كلها من أجل إطلاق صاروخ واحد؟ هذا سؤال، هذا سؤال في البيان نفسه. المسألة الثانية والأكثر أهمية، هل يمكن لهذا الصاروخ الباليستي ألا يتم اعتراضه رغم أنه واحد؟ إذن عدم اعتراض لابون لمثل هذا الصاروخ الموجه إليها، هذا معناه أن هناك فشل في الاعتراض. إذن الطاقة الاعتراضية للابون، نحن ندرك أنها أساساً كاقتراح أتت من 1988، يعني من تسعينات القرن الماضي، تقنيات رغم التجديدات لكنها تعود إلى تسعينات القرن الماضي، يعني لا تستطيع في واقع الأمر. واقع الأمر الصادم أن لابون وأرلي بيرك، ولو من تتويج أرلي بيرك، أرلي بيرك الأساسية 51 وجدناها في أثينا لمحاولة أعطاء حماية للسفن الأمريكية المنشئة لميناء غزة، وتدخلت غواصة كيلو ما بين أرلي بيرك 51 وما بين الميناء، وهذا فيه فيديو. على أي، إذن أمامنا لابون التي لم تعترض صاروخا واحدا. المسألة الثانية أنه سقط قريبا، أي من دون خسائر، ولكن كان يمكن ببساطة شديدة ألا يذكرها أحد. كيف يمكن لدولة عظمى أن تطلق بيانا من أجل القول أن ساعتين ونصف الساعة أطلق فيها صاروخ واحد، معركة كلها فيها ساعتين ونصف الساعة أطلق فيها صاروخ واحد موجه إلى لابون، إلى المدمرة لابون من طراز أرلي بيرك، بكل هذا الحجم التي أطلقت التوم هوك ضد المشاريع الكيميائية لسوريا. هذا كله أمامنا صاروخ واحد متجه إلى لابون وفي البحر الأحمر، ومنطلق من المنطقة التي تحكمها جماعة الحوثي حسب تعبير بيان سينتكوم. إذن ساعتين ونصف الساعة وصاروخ واحد ولم يعترض، فلماذا أساسا هذا البيان؟ هذا هو السؤال، سؤال بسيط للغاية. لماذا ذكر حادثة هي أساسا ليس فيها اعتراض وفيها إطلاق لصاروخ واحد وأمام زمن طويل للغاية لساعتين ونصف؟ تذكرها ماذا؟ تذكرها البيانات الرسمية، بيان رسمي في الموضوع. قد يكون هذا من دون معنى أساسا، من دون معنى، من دون أثر. الصاروخ أطلق، لم يعترض، لم يصب، لم يقم بشيء، واستمرت العملية لساعتين ونصف
إذا كل هذا يطرح سؤالا خطرا للغاية. أول الأسئلة: لماذا تحديدا هذا البيان الذي من دون معنى؟ المسألة الثانية: أن المعركة إن كانت بإطلاق صاروخ واحد فليس هناك حادثة واحدة أطلق من أجلها اليمنيون صاروخا واحدا ولو باتجاه سفينة مدنية. السفينة المدنية فيها صاروخين باليستيين موجهين، فلماذا الصاروخ الواحد باتجاه المدمرة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: إن كانت هذه عملية عسكرية، قد يكون هذا الإطلاق ليس أكثر من اختبار، قد يكون تجريب، قد يكون تجريب لصاروخ لأول مرة يطلقه اليمنيون أو يجربونه مباشرة على مدمرة أمريكية. ولماذا أساسا في لحظة الإطلاق وقبل الإطلاق لم يستطع الأمريكي الوصول إلى هذا الصاروخ الذي كان متجها وموجها بالأساس نحو لابون؟ يعني لابون هي التي يجب أن تعرف هذا الصاروخ الذي سيطلق وستضربه من مصدره، ستضربه قبل حالة الإطلاق كما في العادة، فلماذا تحديدا لم تقم أمريكا بذلك؟ ثانيا: كيف لم تعترض؟ ثالثا: كيف أطلقت نبأ في بيان رسمي وأعطت زمنا حربيا كبيرا لحادثة لا معنى لها على الأقل؟ كل هذا يطرح أسئلة عديدة تجعلنا أمام استخلاصات قد تفاجئ الجميع. أولا: احتمال أن يكون اليمنيون قد جربوا ضد لابون صاروخا استدعى من الأمريكيين أن يطلقوا هذا البيان، بمعنى أن هناك ترسانة لدى اليمنيين تتجاوز ما نعرفه. لذلك فهذا التقرير الذي نقلنا أغلب تفاصيله بشأن الدرونات والصواريخ اليوم يظهر أن هناك صاروخا غير مسبوق في كل ما كان في تقرير الدي آي إيه. يراجع فيديو سابق لتدقيق ما هي الدرونات وأيضا ما هي الصواريخ كما تنقلها دي آي إيه استخبارات البنتاغون. قد يكون هذا ممكنا. قد يكون الوضع أيضا محاولة مباشرة من الأمريكي لساعتين ونصف الساعة من أجل معرفة كيف سيكون هذا الصاروخ ولم تستطع الوصول إلى مصدره ولا أيضا لم تعترضه إلى آخره، وهذا فشل مباشر ميدانيا بالواضح. إذن المسألة هنا دقيقة إلى أبعد حد. المسألة الثالثة: أن إطلاق صاروخ واحد في مقابل مدمرة أمريكية من مثل هذا الحجم، هذا معناه أن هناك فعلا تجريب لحالة إطلاق لصاروخ قد يدمره، قد يدمر لوحده أو له الأثر لو وصل. يعني ما دام أن الأمريكي يشهد لهذا الصاروخ بأنه أطلق وأنه من هذا الحجم وأنه مؤثر ولذلك أطلق بيانا في الموضوع، هذا كله معناه أن هذا الصاروخ كان يمكن أن يؤثر لكنه لم يؤثر، وإصابته إذن ستكون ضد المدمرات. هذا قد يدفعنا إلى خلاصة مركزية: أن هناك لعبة قط وفأر بين المدمرات الأمريكية وما بين البحرية اليوم اليمنية. والمفاجآت اليمنية التي ظهرت لساعتين ونصف الساعة وأطلقت فيها اليمن فقط صاروخا واحدا دفع الأمريكيين إلى نشر بيان في الموضوع، هذا كله يدفعنا إلى أسئلة حرجة: أن اليمنيين قد يفاجئون أو لديهم مفاجآت غير مسبوقة باتجاه لابون. وأشرت إلى هذه الفكرة الخطيرة للغاية والدقيقة للغاية، أن لابون عكس كارنيه ليس لديها، لأن كل ما تعتقده اليوم البحريات الإقليمية
بأن لبون لديها طاقة اعتراض، هذا أمر غير دقيق. الدليل هو ما حدث، وسبق أن قلناه بأن لبون يمكن أن تقصف لأنها ليست كارنييه وليست أيضا بعض المدمرات الأخرى، لكن لبون ليس لديها القدرة في الاعتراض. هذا معناه أنها دائما تكون مصاحبة مرافقة لكارنييه أو غيرها. الإطلاق إذن الذي لم تعترضه كارنييه هذا يكشف إلى أن لبون كما ذكرنا تماما ليس لديها منظومة للدفاع ضد كروز البحري وضد البالستي البحري، هذا أمر مؤكد والآن يثبت، وهذا قلناه منذ البداية. منذ بداية نشر لبون قلنا هذه المعلومة الدقيقة التي اليوم يثبتها الميدان. لذلك فلبون اليوم وأمام التخوف من استهدافها، لذلك فالبحرية الأمريكية أطلقت بيانها بأن أي صاروخ ضد لبون لأنها لا تعترض ولأن ليست لديها الإمكانية في الاعتراض فإن الرد سيكون بطريقة مختلفة. لذلك فهذا الصاروخ مهم لأن لبون لا تستطيع أن تعترضه، وبالتالي فهذه المعلومة الذهبية هي التي سببت بشكل مباشر في إطلاق هذا البيان، لأن صاروخ واحد قد يكون فعلا مدمرا للبون، ولبون الآن ونشرها الآن ليس إلا احتياطا لإطلاق التوم هوك. هذا واقع الحال، كأننا أمام مستودع موجه لإطلاق التوم هوك، وما دون ذلك فإن المدمرة لبون هي أقرب إلى أن تغرق، أقرب شيء إلى أن يغرق في البحر الأحمر لبون، وبذلك فإن التخوف كبير للغاية، وكل المناورات الآن التي دامت ساعتين ونصف كلها من أجل التأكيد أن هناك ضعف، نقطة ضعف خطيرة للبون يمكن من خلالها تدمير هذه المدمرة، هذه المدمرة يمكن إغراقها. هذا هو التطور الاستثنائي الذي جعل من معركة لساعتين ونصف كلها تتوجس من إطلاق صاروخ باليستين أو كروز مطور باتجاه لبون، لأن مثل هذه الصواريخ قد تدمرها نهائيا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.